جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل نذر أن يصوم 3 أو 5 أيام، فهل يصومها متفرقة أو مجتمعة؟ وإذا كان نذر أن يصوم 6 من شوال ولم يصم، ما الذي يجب عليه؟ أما التتابع فهو حسب نيته، إن كان نواها متتابعة أو تلفظ بذلك على الله علي أن أصوم أياما متتابعة فيلزمه التتابع. أما إذا لم ينوي التتابع فإنه يصوم الأيام التي نذرها متفرقة أو متتابعة، ولكن المتابعة أحسن. وأما إذا نذر صوم 6 من شوال فإنه يلزمه ذلك، لأنه بنذره صارت واجبة عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.